مسلسل مراقبتين التايتلز هو ابعد ما يكون عن ان هو يكون مسلسل موجه للاطفال. المسلسل حرفيا مليان مشاهد قذره ووسخه بتصل اوقات انها تكون حياه جنسيه، والمسلسل من بره يبان ان هو موجه للاطفال بشكل كبير. ولو انت كنت من الناس اللي بتتابع المسلسل دوت، فالمشاهد اللي انا هعرضها لك النهارده حرفيا هتدمر طفولتك، ولما تتدرج معايا في الفيديو هتكتشف قد ايه انه مسلسل قذر، وده كده اقل وصف انا ممكن اقوله. فلو انت اقل من 18 سنه اتاكد ان الفيديو دوت مش مناسب خالص ليك. يلا بينا نبدا. بسم الله. مسلسل مراهقون التايتلز هو مسلسل بيتعرض على كارتون نتورك، والمفترض ان المسلسل دوت موجه بشكل اساسي للاطفال. قصه المسلسل بتدور عن مجموعه من الابطال الخارقين اللي عايشين في برج، والمفترض ان هم كلهم بيعملوا انشطه يعني في حياتهم اليوميه. الشخصيات الاساسيه في المسلسل هي ستار فاير، روبن، بيست بوي، وريفن، وسايبورغ. ويمكن اشهر شخصيه فيهم هي شخصيه روبن اللي هو المساعد بتاع باتمان، وده عشان المفترض ان هو مسلسل اطفال فهو مش بيتكلم عن محاربه الجريمه، ولكنه المفترض ان هو مسلسل كوميدي بيتكلم عن الانشطه اليوميه بتاعتهم. تعال بقى اوريك الانشطه اليوميه القذره بتاعتهم دي عباره عن ايه. في واحده من الحلقات بتشوف بيست بوي وهو قاعد على الكنبه وعريان ملط، حرفيا مش لابس اي حاجه، وبعدين بيبتدي ان هو يعمل حاجات مقرفه زي مثلا ان هو عمال بيلحس في رجله. لكن الموضوع ما يقفش لحد كده، لان انت لو ركزت هتلاحظ ان بيست بوي ماسك في ايده مجله، والمجله دي كان مكتوب عليها زوق ومرسوم عليها زرافه. طيب انت ممكن ما فهمتش اللي انا عايز اوصله، صح؟ تعالى كده بقى بالراحه يا صديقي اقول لك اللي انا عايز اوصله. بيست بوي قدرته الخارقه في المسلسل ان هو المفترض بيتحول لاي حيوان هو عاوزه، فمن الاخر كده هو جيناته جينات حيوان. فلما تلاقيه قاعد على الكنبه عريان وماسك مجله والمجله دي مكتوب عليها حديقه حيوان، فمن الاخر يعني هم عايزين يوصلوا لك ان دي مجله اباحيه وان هو قاعد بيتفرج على الحيوانات اللي جواها. لكن الموضوع ما بيقفش عند كده. في مشهد تاني من المشاهد لما كانت ريفن المفترض انها بتستحمى، وبنشوف ضلها من ورا ستارت البانيو، وطبعا هي مش واقفه بهدومها يعني بتستحمى، هي واقفه عريانه ملط. بنلاقي بعدها روبن بيدخل على الحمام وهي عريانه وبيسرق اللبس بتاعها، بعدين وهو طالع بيتسحب بيبتدي ان هو يبص كده بص عليها وبعدين بيمشي. انت متخيل القرف اللي هم بيحاولوا يعلموه الاطفال؟ بيعلموا الطفل ان هو يخش الحمام ويبص على حد عريان في حلقه كمان، وانا مش فاهم بقى هم دي عرضوها ازاي اصلا على التلفزيون. ريفن وبوست بوي كانوا مفترض ان هم بيحاولوا يبوظوا علاقه اكوامان بالبنت اللي هو المفترض يعني بيحبها، وبعد ما عملوا فيهم مقالب كتيره بنلاقي ان بيست بوي وريفن لما لقوا نفسهم نجحوا باسوا بعضهم من البق، وكانت بوسه طويله ومستمتعين بيها على الاخر ما شاء الله. لا وريفن فجاه فاتت في نص البوسه، وانت بقى تفكر ان هي قالت ايوه اكيد، ايه القرف اللي بيحصل ده؟ لكن الحقيقه غير كده خالص يا صديق، لان هي بتقول لبيست بوي ان الموضوع عجبها قوي واتكيفت منه. اصبر بس احنا كده لسه بنسخن، وتاكد انك عملت لايك للفيديو دوت وشيرته عشان نوعي اكبر قدر من الناس. في بقى حلقه كمان يا صاحبي انا عايزك تفتح مخك معايا، لان ريفن قلعت الرداء بتاعها اللي من فوق وبينت اللبس بتاعها اللي هو اشبه ما يكون بمايو قطعه واحده، وطلعت وقفت على الكنبه وبدات ان هي ترقص رقص مغري شبه اللي بترقصه رقصات التعري في النوادي الليليه عندهم. بنشوف ان بيس بوي وروبن كانوا واقفين تحت ومذهولين من المنظر، وريفن بعدها تطلع جنب سايبورج وتحاول انها تعمل له حركات اغراء، بل وان هي بتبتدي تخبط التوته بتاعتها فيه كنوع يعني من لفت الانتباه. اظن انت دلوقتي فهمت هم بيحاولوا يوصلوا لايه من الموضوع. القصد القذر هنا اللي هم عايزين يوصلوه للبنات الصغيره ان ده طبيعي انك تستعملي جسمك عشان تغري الرجاله. المشهد اللي جاي ده بقى هيحتاج حد يعني بلس 21 عشان يفهم. بنشوف ريفن وهي واقفه بعدين بتطلع الورك بتاعها كله من العبايه، والمفترض ان بيس بوي كان واقف بيبص عليها وبعدين بيقلب كلب، يعني الموضوع كده كانه فيه اغراء، لكن ده المعنى البسيط. تعالى بقى اقول لك المعنى القذر اكتر اللي انت المفترض عايزين يوصله لك. بيس بوي زي ما احنا عارفين المفترض ان هو قدرته بيتحول لاي حيوان هو عاوزه، فاشمعنى اتحول لكلب لما هي ورته رجلها؟ في نوعيه كده مش عايزين نقول عليهم رجاله، اشباه رجاله موجوده عند الاجانب اللي هم بيحاولوا يذلوا نفسهم، دول بيكونوا مرضى نفسيين عشان الستات يستعبدوهم استغفر الله العظيم وياخدوهم كانهم كلاب بشريه. ايوه الكلام ده بجد، يعني تلاقي واحده ماسكه راجل كده بطوق ومشياه ويبتدي طبعا يعمل حركات قذره زي ان هو يبص رجلها، ويعني انا مش قادر اوضح اكتر من كده عشان لو في حد بيتفرج على الفيديو ما يتحركش. وفي بقى واحده كمان من الحلقات اللي كلهم فيها كانوا عريانين ملط. اللي حصل في الحلقه ديت ان المفترض ان اللبس بتاعهم زي ما يكون اتشعوذ كده واتمرد عليهم وبدا ان هو يعمل حاجات من دماغه. طبعا بغض النظر عن روبن كان عريان ملط تقريبا، ولكن اللي حصل ان اللبس لما بدا ان هو يمسك فيهم تاني، روبن لبس اللبس بتاع ستار فاير اللي هو البادي بتاع الستات من فوق والجيبه اللي من تحت. لو انت مش فاهم القصد من الموضوع ده يا صديقي، فهم من الاخر كده بيروجوا للشذوذ والمتحولين جنسيا. ايوه الرجاله اللي هم الرجاله السيسي المتشبهين بالنساء. طبعا دي كانت شويه مشاهد صغيره بس من اللي انا قدرت اجمعه، لكن صدقني المسلسل ده مليان حاجات مرعبه وبشعه اكتر من كده كمان. لو عندكم اي حلقات او مشاهد او كرتونات عايزين اتكلم عنها من النوعيه ديت، سيبولي اسمها في الكومنتات، وانا واثق ان احنا باذن الله نقدر نوصله الفيديو دوت 10,000 لايك زي الفيديو اللي قبليه. وطبعا ما تنسوش اخواتنا في غزه من الدعاء بتاعكم. كان معاكم محمود زايد، سلام.